مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم حكايات فنية. بناء على استفتاء بجريه كل أسبوع على صفحتي على الفيسبوك، الجمهور بيختار حلقتنا تكون عن مين من نجوم ونجمات الزمن الجميل. جمهور برنامج حكايات فنية أجمع إن عايزين الحلقة اليوم تكون عن صاحبة الأدوار الهامة في السينما المصرية، صاحبة أكبر كم من الأعمال الهامة في تاريخ السينما المصرية، سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وحلقتنا اليوم هتكون عن نجمة الزمن الجميل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. ميلاد الفنانة الكبيرة فاتن حمامة في 27 مايو 1931. والدها الأستاذ أحمد حمامة كان بيحب الفن وكان متعلق بالفن جدا، فأي مسابقة كانت بتنزل على مجلات فنية أو غير فنية كان بيحط صورتها، يعني صورة للأطفال، صورة لأي مجلة كان بيحط صورتها. فكان عمرها زي 6 سنين ونص، كانت مجلة المصور عاملة مسابقة عن أجمل طفلة وفازت بيها الفنانة فاتن حمامة. ده والدها، معانا الصورة دي لأول مرة بتعرض على الشاشة، والدها أحمد حمامة. وفي الصورة أنا جايبها وهي لابسة ممرضة، قد إيه نظرة عينيها كانت معبرة. من هنا أول ما شاف المجلة الأستاذ المخرج الكبير محمد كريم، وكان بيحضر في الوقت ده لفيلم يوم سعيد مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب سنة 1940، اختار على طول الطفلة فاتن حمامة وبدأ يعمل لها تيست. وقد إيه شاف اللي هي فيها موهبة، الدور كان صغير جدا عبارة عن مشهد واحد، كبر الدور واستغل موهبتها بنظرات عينيها المعبرة، وكانت بداية انطلاقة نجمة السينما فاتن حمامة. يا ريت ننزل الصورة وهي لابسة لبس ممرضة، ودي الصورة اللي هي لفتت نظر المخرج الكبير محمد كريم والموسيقار محمد عبد الوهاب، وقدمت أولى خطواتها في الفن فيلم يوم سعيد مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وإخراج المخرج الكبير محمد كريم. وبعدها توالت الأعمال لأنها لفتت النظر جدا، قدمت مثلا فيلم ملاك الرحمة، وفيلم تاني أيضا مع الموسيقار محمد عبد الوهاب هو فيلم رصاصة في القلب. وبسرعة الجميع التفت لهذه الموهبة الناجحة المتميزة، قدمت مع الفنان الكبير يوسف وهبي دور من أجمل أدواره وهو فيلم كرسي الاعتراف، اللي هو كان قدمه قبل كده مسرحية في مسرح رمسيس، لكن لأهمية الدور حب يقدمه مرة تانية في السينما، واختار الوجه الجميل المعبر فاتن حمامة. كانت زميلتها أبلة فضيلة اللي تربينا كلنا على حوادثها الجميلة اللي بنسمعها، كانت زميلتها في مدرسة الأميرة فريال، وبعدين بعد فترة لما تألقت في السينما قدمت مجموعة أفلام مهمة جدا وجميلة جدا. توالت بقى الأفلام زي فيلم المعجزة وفيلم اليتيمتين وفيلم قلوب الناس مع مخرج الروائع حسن الإمام. بالمناسبة صديق البرنامج الأستاذ محمد جودة كان بيسألني ليه في أكتر من فيلم كان فاتن حمامة اسمها نعمت. هقول لحضرتك، في فيلم قلوب الناس كان اسمها نعمت، وفي فيلم اليتيمتين كان اسمها نعمت، وغيرها وغيرها من الأدوار. الأفلام دي كلها إخراج مخرج الروائع حسن الإمام، كانت دايما البطلة بيخلي اسمها نعمت ده اسم زوجته، وهو كان بيحبها جدا وبيتفائل بها جدا. ومش بس فاتن حمامة اللي كان بيخلي اسمها نعمت، أيضا هند رستم في فيلم الجسد وفيلم التلميذة للفنانة شادية كان اسمها نعمت. أنا حبيت أجاوب حضرتك لأن أنت سألتني السؤال ده على الصفحة وكان لازم أرد عليك. والفنانة فاتن حمامة كان لها دور مؤثر جدا في المجتمع، يعني أيضا في قطار الرحمة كانت بتجمع تبرعات لتسليح الجيش المصري، وما كانتش أبدا بتتأخر على أي دور وطني أو خدمة وطنية لصالح مصر أو الجيش المصري. أنا جايب لحضراتكم الصورة وهي بتجمع تبرعات لصالح الجيش المصري لتسليح الجيش المصري. هننزل بالصور دلوقتي وهوريها لحضراتكم كلها. الفنانة الكبيرة فاتن حمامة تزوجت 3 مرات، الزوج الأول كان المخرج الكبير عز الدين ذوالفقار، وأنجبت بنتها الوحيدة نادية ذوالفقار، والزوج الثاني النجم العالمي الكبير عمر الشريف، وأنجبت ابنها الوحيد طارق عمر الشريف. أما الزوج الثالث كان الدكتور الكبير الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، واستمر الزواج لمدة 40 سنة. معانا اتصال. ألو، سيادة المستشار شريف حافظ، أهلا وسهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا بيك.
اهلا بحضرتك. يا ترى متابع برنامجنا حكايات فنيه؟ ايوه طبعا ما شاء الله بتكون جميل ومتابعه جمهور رائع. ميرسي اول حضرتك. النهارده حلقتنا عن سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه، يا ترى حضرتك بتحب لها افلام ايه وبتشوف ادوارها اللي قدمتها في السينما ازاي؟ فاتن حمامه عند سيده الشاشه العربيه طفق، وبحب لها افلام الوادي، نهر الحب، سيدة القصر. طبعا ده غير ان كتير كويس وتم الجمهوريه ودكتور وحاجات، فانا يعني قريت عنها حاجات. يعني كانت حضرتك بتشوف ان ادوارها كانت مؤثره في المجتمع بالفعل وقدمت ادوار هامه كتير. طبعا هي محترمه ومتزنه، ملتزمه غير مبتذله، بتوصل رسائل مهمه للمجتمع ودور المراه من غير اي نقص او سفه. كان ليها دور برضه في فيلم اختار الرحمه، يعني وصلت كتير، كانت جنب قاعات الجيش المصري. يعني دور الفن ايضا بيفيد المجتمع، الفن الهادف اكيد بيفيد المجتمع المصري والعربي بشكل عام. واحترامهم ليها توصل اي حاجه من بالفعل. المستشار شريف حافظ، انا بشكر حضرتك جدا على المكالمه الجميله دي، الف شكر لحضرتك، ميرسي قوي. ايضا الفنانه الجميله فاتن حمامه كان ليها اصدقاء كتير من الوسط الفني، زي الفنان الكبير جميل راتب، والفنان الكبير الراحل عمر الحريري، والفنانه سميرة عبد العزيز. كانت صداقتها اخر 30 سنه في حياه فاتن حمامه كانت مقربه جدا جدا من الفنانه فاتن حمامه، لانها شاركتها في فيلم في مسلسل وجه القمر سنه 2000، وقبلها كان مسلسل ضمير ابلة حكمت كان سنه 1990، وكان اخراج الفنانه المبدعه انعام محمد علي. دي صوره نادره للفنانه الكبيره فاتن حمامه مع زوجها الاخير الدكتور محمد عبد الوهاب، الله يرحمها ويرحمه لانه توفى بعدها بفتره قصيره. ويا ريتني ننزل بقيه الصور يا جماعه. دي صورتها مع الاستاذ الكبير عميد الادب العربي طه حسين، اللي قدمت له فيلم دعاء الكروان من ابداعاته ومن اجمل افلام السينما المصريه، كان سنه 59، والفيلم ده لحد دلوقتي كل العالم العربي بيحب يشوفه. ودي صورة نادرة ليها مع الفنان الكبير الراحل عبد الوارث عصر. وأيضا يا جماعة محدش ينسى، دي صورة نادرة ليها في قطار الرحمة ومعها الفنانات الجميلات الفنانة ماجدة والفنانة مريم فخر الدين. كان معانا اتصال. ألو، الفنان محمد عبد الواحد، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا معتز، ازيك؟ الحمد لله، حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انا بشكرك على انك بتقدم للشباب وللجيل الجديد، بتقدم لهم عمالقه واساتذه الفن اللي احنا تربينا على ايديها، ونجوم بجد ما يتعوضوش وما يتنسوش. ميرسي قوي بجد على البرنامج الجميل ده. ميرسي لحضرتك، ربنا يخليك. ويا ترى حضرتك لما شاركت في فيلم افواه وارانب مع الفنانه الكبيره فاتن حمامه، احكي لنا ذكرياتك الجميله في هذا الفيلم. اقول لك ان سيده القصر وسيده الشاشه العربيه العظيمه اللي مشيت زيها فاتن حمامه، قد ايه الواحد كان مخطوط انه داخل البلاتو هيشوف العملاقه دي قد ايه بابتسامتها وبهدوءها وبرقي تعاملها وبحميتها قد ايه بتمتص ده، وتعالوا يا اولاد وكلنا حواليها وبتتكلم معانا عادي جدا وطبيعي جدا، واخباركم ايه في الدراسه، وفكت كل الخوف اللي جوانا، فكتها تماما، فبقينا احنا اساسا مبهورين بيها كده كده وحابينها جدا، والواحد مش مصدق انه قدام فاتن حمامه، فكلنا بقينا قاعدين حواليها، خلاص بقت فعلا دي خالتنا، خالتي نعمت هي دي، لانها لابسه الشخصيه ولابسه لبس الشخصيه، واحنا حواليها فازالت كل الخوف والرهبه اللي كانت جوانا. وكان معاها شريكها في البطوله النجم الراحل الكبير محمود ياسين والنجم الكبير فريد شوقي، يا ترى ايه ذكرياتك معاهم ايضا؟ والله انا هقول لحضرتك ان الاستاذ محمود ياسين اما كنا بنصور في العزبه في سيرس الليان، لما انا جريت ورا العربيه وقلت له وصلت له قلت له يا بيه دي خالتي مصرومه وعايزين يتجوزوها بالعافيه، وجبتهم وصالحتهم على بعض. قد ايه محمود ياسين هذا الرق العملاق الكبير
المشهد كله جملة كبيرة ليا أنا، هو يا دوب بس بيبص لي. الراجل بمستمتع جدا بالأداء، مستمتع إنه يديني فرصتي إن أنا أقول الجملة. يا محمد ظبط نفسك، يا محمد قول الجملة بالطريقة كذا. إحنا وإحنا داخلين سرس الليالي في المنوفية، البلد بتستقبلك علشان الست عندهم، الست طبعا كانوا يعني بيقولوا الست عندنا. فده قيمة الفنان اللي يعرف انه لما بيقدم فن محترم وفن راقي قد ايه الناس كلها بتحبه وبتحترمه، ما فيش شك. فتبقى بلد كاملة مبسوطة ان فاتن حمامة عندها. بالتأكيد أنا بشكر حضرتك جدا الفنان محمد عبد الواحد على مكالمة حضرتك الجميلة، ميرسي أوي لحضرتك. أيضا الفنانة فاتن حمامة يعني قدمت مع فنانين كتير أفلام من أبدع ما يمكن، زي الموسيقار محمد الموسيقار الكبير فريد الأطرش فيلم لحن الخلود. الصورة دي يا جماعة اللي هي كانت في مجلد المصور، ومن هنا عجبت المخرج الكبير محمد كريم وقدمها في فيلم أول أفلامها يوم سعيد مع الفنان محمد عبد الوهاب، ودي صورة نادرة جدا ليها، كانت لابسة ممرضة والمصور قال لها اعتبري قدامك مريض، هتلاقوا دمعة كده في عينيها، نظرة معبرة قد إيه إحساسها بكل حاجة بتعبر بيها بإحساسها بالداخلي بالفطرة، يعني الله يرحمها كانت فنانة متألقة جدا. قدمت مع الموسيقار الكبير فريد الأطرش مجموعة من الأفلام الجميلة جدا، وغنى لها أجمل الأفلام، أجمل الأغاني في أجمل الأفلام، يعني فيلم لحن الخلود من أجمل أفلام السينما المصرية، بطولة الفنانة فاتن حمامة والنجم الكبير فريد الأطرش والفنانة ماجدة وسمراء النيل مديحة يسري، وكان فيلم من أروع وأجمل أفلام السينما المصرية. أيضا فيلم الحب الكبير وفيلم حكاية العمر كله، وغنى لها بقى الموسيقار فريد الأطرش أغاني جميلة جدا، دي صورة نادرة ليها في قطار الرحمة لجمع تبرعات لتسليح الجيش المصري. شايفين قد ايه دور الفنان لما يكون حاسس بقيمه وطنيته وحاسس بقيمه العمل اللي بيقدمه لصالح جيش بلده مصر. معانا اتصال. مدام مجدولين اهلا وسهلا بحضرتك. انا مساء الخير يا استاذ معتز. مساء الفل، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. يا ترى حضرتك متابعه برنامجنا حكايات فنيه؟ طبعا متابعاه، وحابه الاول اشكرك واحييك على البرنامج الجميل ده. ميرسي قوي. لان انت بترجعنا للزمن الجميل بجد، وبتقدم لنا حاجات حصريه انا عمري ما شفتها في اي مكان تاني. الف شكر لحضرتك. طب النهارده حلقتنا عن سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه، يا ترى حضرتك بتحب لها افلام ايه، او ايه اكتر عمل مؤثر بتحبيه حضرتك ليها؟ طبعا الفنانه فاتن حمامه سيده الشاشه العربيه، يعني ده انا ابقى ظلمها لو قلت حاجه عن الثانيه، بس هي كل اعمالها بصراحه جميله. حضرتك مثلا دعاء الكروان كان جميل قوي، امبراطوريه مين، اريد حلا، ومسلسل ضمير ابله حكمت، برضو كل دي اعمال بصراحه جميله. يعني حضرتك بتشوف اللي هي قدمت دور المراه المصريه او العربيه كما يجب ان يكون؟ طبعا ده هي يعني ناقشت الموضوع قضايا المراه وقضايا المجتمع العربي بشكل عام بطريقه هايله. يعني طب بالنسبة حضرتك لفيلم امبراطورية ميم لما كانت ام الاولاد كتير وكان كل واحد ليه هدف، حضرتك بتشوف انها كانت مؤثرة فعلا في هذا الفيلم على الشباب، وكان فيلم هادف بشكل كبير؟ طبعا طبعا، يعني انا ما اقدرش اقول، يعني هي كل اعمالها بصراحة، كان امبراطورية ميم او غيره، كل اعمالها بجد اثرت في الشباب وفي جيل لحد دلوقتي الاجيال الايام دي برضه بتتفرج عليها و تتأثر بيها، يعني الرسالة بتوصل. مفيش شك الفن الهادف الجميل رسالته بتفضل عايشة لأنه فن هادف ومؤثر في المجتمع المصري والعربي. مدام مجدولين أنا بشكر حضرتك جدا على الاتصال ومكالمة حضرتك الجميلة، ميرسي أوي لحضرتك. العفو. أيضا قدمت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة فيلم من أجمل ما يمكن مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أيامنا الحلوة، وكان معاها النجم الكبير عمر الشريف والفنان أحمد رمزي، وكان فيلم من أجمل ما يمكن، وفيلم أيضا موعد غرام مع الفنان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. لكن بعد فترة قدمت مجموعة برضو من الأفلام، كانت في فترة السبعينات نضوج بقى، قدمت فيلم مثلا الخيط الرفيع مع النجم الراحل محمود ياسين، وكان فيلم مؤثر جدا جدا، وأفواه وأرانب أيضا كان من الافلام المؤثره. الصوره دي يا جماعه يا ريت نقف عندها شويه، هنا بعد حرب 73 بتزور الجرحى في المستشفيات والمصابين الحرب، قد ايه كانت فنانه مهتمه جدا بوطنها ومهتمه بالشعب العربي المصري
يعني شوفوا قد ايه زيارتها للجرحى وتطمن عليهم في المستشفيات، قد ايه كانت انسانه جميله من جوه، وقد ايه كانت محترمه وبتقدم الفن وبتقدم رساله محترمه هادفه. ومحدش ينسى برضو أدوارها الجميلة اللي قدمتها مع الفنان الكبير فتى الشاشة عماد حمدي، زي بين الأطلال وزي فيلم المنزل رقم 13، وفي فيلم جمع كل نجوم مصر في هذا الوقت هو فيلم لا أنام، قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وإخراج المخرج الكبير صلاح أبو سيف، وكان سنة 57. شاركها بقى في البطولة مين؟ الفنان الكبير يحيى شاهين، الفنان الكبير عماد حمدي، الفنانة النجمة الراحلة مريم فخر الدين، والفنانة هند رستم، والفنان رشدي أباظة، والفنان يعني جمع عمر الشريف وفنانين كتير جدا جدا في فيلم واحد. الصورة النادرة دي في أثناء كواليس فيلم دايما معاك مع الموسيقار المبهج محمد فوزي. وفي برضه سؤال جالي على صفحتي، أكتر أفلام سيدة الشاشة العربية كان ليه من إخراج المخرج الكبير بركات؟ هي الحقيقة كانت بترتاح جدا للعمل معاه، هو فاهم شخصيتها وفاهم أسلوب أدائها وهي فاهماه، فأغلب أفلام فاتن حمامة كانت من إخراج الفنان المبدع أيضا الأستاذ بركات، وهو كان فاهم دماغها وشخصيتها، وكانوا هي الحقيقة برضه كانت شغلها متعب، كانت دؤوبة قوي على شغلها وكانت بتركز في كل تفاصيل العمل اللي هي بتقدمه. أيضا نفس الحكاية في المسلسلات اللي قدمتها، وقدمت قصة جميلة جدا اسمها أريد هذا الرجل، قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، كانت سهرة درامية في التلفزيون. يعني الحقيقة الفنانة فاتن حمامة قدمت مجموعة كبيرة جدا جدا في المسلسلات الإذاعية، أيضا ما ننساش دورها في بالبراري والحمولي والرحلة وكفر نعمت. كان كفر نعمت ده الجزء الثاني لفيلم أفواه وأرانب، كان فيلم برضو ناجح جدا والمسلسل كان ناجح. تصورة نادرة ليها أثناء تصوير فيلمها الرائع اللي بيعد من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، فيلم دعاء الكروان، وهنا بيظهر في الصورة من المخرج الكبير بركات. سنوات الفنانة سنوات الفنانة فاتن حمامة الأخيرة كانت متابعة أيضا الفن، وفي صورة ليها مع الفنانة نيلي كريم كانت بتحبها جدا، وقدمتها في فيلم في مسلسل وجه القمر سنة 2000، وكانت معجبة جدا بالفنانة نيلي كريم، وكانت باستمرار بتكلمها، وكلمتها في مسلسل ذات قالت لها كنت رائعة جدا، وكلمتها أيضا في مسلسل سجن النساء وقالت لها أبهرتيني بأسلوبك وبأدائك، وكانت من أكتر النجمات اللي هي بتحبهم فاتن حمامة الفنانة نيلي كريم. سنواتها الأخيرة كانت حياتها بسيطة مع بيتها مع أولادها مع حفيدتها فاتن بنتها نادية اللي اتولدت في نفس ميلاد فاتن حمامة، اتولدت في نفس يومها فسموها فاتن، وقد إيه كانت هي مبسوطة بالجو الأسري مع أولادها نادية وطارق إنها بتشوفهم باستمرار، وكانت متفرغة لزوجها الدكتور محمد عبد الوهاب. دي صورة نادرة مع الفنان عمر الشريف أثناء زواجها، ويظهر في الصورة الفنانة فاتن حمامة وبنتها نادية وابنها طارق عمر الشريف. آخر أفلام الفنانة فاتن حمامة كان سنة 93، كان فيلم أرض الأحلام مع الفنان يحيى الفخراني وإخراج المخرج الكبير داود عبد السيد. تم تكريم الفنانة فاتن حمامة في أكتر من مهرجان وأكتر من احتفالية، آخرها كان عيد الفن سنة 2014 وتسلمت الجائزة، وكانت وقتها مبسوطة جدا إن الجمهور فاكرها وبلدها فاكراها. ودي صورة نادرة ليها مع الرئيس محمد حسني مبارك، ويظهر في الصورة أيضا الفنانة ماجدة، كانت بمناسبة افتتاح الأوبرا في مصر هنا بعد تجديدها وافتتاحها، يعني الله يرحمها كانت برضو بتحب تهتم بأي حاجة فيها فن. والفنانة فاتن حمامة توفيت في 17 يناير سنة 2015 في بيتها، وكانت طالبة إن جنازتها تكون في مسجد الحصري في 6 أكتوبر، ودي صور للجنازة الله يرحمها. الفن الهادف هيفضل دايما عايش في قلوبنا، وهتفضل سيدة الشاشة العربية أفلامها وأعمالها المحترمة الخالدة هتفضل عايشة مهما مر سنين ومهما مر سنوات وسنوات وسنوات، هتفضل عايشة دايما بأعمالها الجميلة. حلقتنا النهاردة كانت عن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. أحب بس أشكر جدا أصدقاء البرنامج اللي بيتابعوني كل حلقة باستمرار. أحب أشكر مدام أمال السعيد والأستاذ محمد الخطيب والأستاذة أسماء والأستاذ يوسف حمدي والأستاذ أحمد أبو ياسين ومدام آية والأستاذة مريم. بشكركم جدا على متابعتكم البرنامج وتعليقاتكم الجميلة، أنا بحب أقرأ كل تعليقات جمهور برنامج حكايات فنية،
وكانت مدام اسماء بتسالني ايه اللي خلاك تحب الفن القديم بالشكل ده وتتعمق فيه. انا هجاوب حضرتك يا مدام اسماء، انا والدي ووالدتي كانوا باستمرار بيحبوا الفن، وتاثرت جدا ان انا متربي في بيت اكتره بيهتم بالفن وبيسمعوا موسيقى وبنحضر حفلات الاستاذ عمر خيرت، ووالدي كان صديق للفنان الكبير الموسيقار عمار الشريعي، وكنا باستمرار بنشوف المسرحيات اللي بتعرض في المسرح القومي وبتعرض في الاوبرا والحفلات دي كلها، فاتاثرت بكل دوت، فمن هنا ابتدى حبي للفن من صغري جدا. فانا كده ان شاء الله جاوبت حضرتك على السؤال زي ما قلت لي لازم تجاوب. وفي ايضا الاستاذه سوسن جمال كانت طالبه حلقه بتقول لي عايزاك تعمل حلقه عن الفنانه ساره برنار الشرق فاطمه رشدي. اوعدك هنعمل فعلا حلقه عن الفنانه فاطمه رشدي لانها كانت تاريخ كبير برضو في الفن وفي المسرح، وكان ليها ادوار مؤثره جدا في المجتمع المصري والعربي. ان شاء الله اوعدكم بحلقات جديده، فهيكون فيها مفاجآت كتير خلال الفترة الجاية إن شاء الله. تابعوني، وبشكر كل جمهور ومتابعين برنامج حكايات فنية، وانتظرونا الأسبوع القادم من برنامج حكايات فنية مع معتز سعد. بشكركم وإلى اللقاء.